انه يعني شيء مو زين ولا يونس، ويعني ترى الدنيا دوارة. شو تسوين؟ احجرهم. Talk to hand please. بالضبط. 3 2 1 تلمس. احنا قاعدين بعالم بنفسجي، شو السالفة؟ عشان اس تي سي. حلو، ايش عندهم؟ اس تي سي عندهم حملة بالتعاون مع القبس اسمها احنا واحد. احنا واحد. هدف هذه الحملة هو القضاء والتقليل من التنمر المنتشر بالمدارس. تعرف شنو يعني التنمر؟ ايه شنو يعني؟ تنمر يعني ان شخص يقلل من قيمة الشخص الثاني باسلوب استهزاء يعني. مرات يعني الواحد يدخل في حالة اكتئاب وكذا، نسمع واجد حالات يعني شيء انه مو زين، يأثر على الحالة النفسية للشخص. في احد تنمر عليك مرات؟ وتعرفين شنو يعني التنمر؟ ايه شنو يعني التنمر؟ يقطون كلام على الناس ويجرحونهم بس ما يحسون معنى الكلام اللي يقولونه. تعرفين انا ليش اليوم قاعدة اسألك عن التنمر؟ ليش؟ لان احنا بالقبس متعاونين مع شركة اس تي سي بحملة هم مسوينها عن التنمر اسمها احنا واحد. شنو يعني احنا واحد؟ يعني ما في فرق بين شخص والثاني. ما في؟ عيبت انت على حد؟ لا. انت مسالم يعني؟ ايه. وين تشوفين التنمر يصير؟ المدرسة او الاماكن العامة. انت قبل احد عيب عليك قال لك كلمة ضايقتك؟ عباس يوسف، تعرفين شنو يعني تنمر؟ ايه. شنو يعني؟ لما واحد يعيب على الثاني. زين. ويطنز عليه. اوكي، وانت كذي بعد فاهمها؟ اي. قول رتويت. ها؟ قول رتويت. انا عايز الكلام؟ ايه. ما الواحد عايب على الثاني. واخروا عنها، لا تقربون عنها، هي مو حلوه، واخروا عنها. قلت لها ليش حرام؟ هي سأل نفسنا. تدري انت اذا تنمرت على احد ممكن يضايق او ممكن تخرب عليه اشياء وايد؟ ولا ما تدري؟ ما ادري. ما تدري؟ زين. اقول لك شيء؟ لا تنمر على احد، لان اذا احد تنمر عليك انت راح تضايق. شوفين شنو التصرف الصح؟ بندزتك وانت ما سويتي لها شيء، يعني هي قاعده تتنمر. لان التنمر عندنا انواع صح؟ تنمر يا ان تقول لك شيء يضايقك، يا ان يكون بدني مثلا تطقك صح، يا ان مثلا تعيب عليك بالنت بالسوشيال ميديا مثلا باكاونتك انستغرام صح. انت لما يصير معك موقف نفس هذا فطوم شو تسوين؟ مثلا اروح الاداره اقول حق امي. يمكن انا تنمروا على صوتي قبل وايد، بس هو اللهم لك الحمد بعد الله سبحانه وتعالى هو يمكن واحد من الاسباب اللي خلتني انا انجح. او شفت شلون؟ فكل شيء انت شلون تنظر له من داخلك ينعكس عليك. انت تضايقت وايد راح الناس كلهم راح يقولون ايه هذا في شيء، ما تضايقت وطوفت الموضوع صدقني راح يرجع على الشخص. فانا نصيحه، فيوز الاحساس وقت التنمر شيلي. انت ايش فيك تخزني عمي؟ خفت انا. خالي ايش فيك؟ براسك شر هجي. دير بالكم ولا تعطون، لا تخلون التنمر يدش بيننا، لان التنمر ممكن يقضي على وايد احلام ناس. وهذه الحمله من اس تي سي، واحنا اليوم يعني نعززها ونقول احنا واحد. خل قلبي قوي. تدرين انا وايد مستانسه على كلامك، لان انت بنت عمرك 9 سنين، 9 سنين قاعد تتكلمين بموضوع وايد اكبر من عمرك صح؟ زين شنو تقولين حق البنات اللي يتنمرون عليهم الضحيه؟ عادي لا تزعلين، لا تهتمين من كلام الناس، انت زينة، انت طيبة، انت حلوة. والله انت اللي حلوة وطيبة. تعرفين اليوم احنا ليش مصورين هالتقرير؟ ليش؟ لان نفس ما انت قلتي قبل شوي، كلنا انسان صح؟ اي. وكلنا واحد. اي. ما نختلف صح. بلون البشرة، بالجنسيات، بالشكل، احنا كلنا يد وحدة وكلنا واحد. انت بنفسك تقدر تحول السلبية الى ايجابية. بس هذا واحنا كبار، ولكن الأطفال ما يقدرون. صح، ممكن. هو شلون راح يرد عليه وهو صغير؟ نربي أن لا تأثر، مو أي كلمة تهزك. إيش رأيك نستشير أو نقابل مختص ونشوف شنو رأيه بالتنمر، شنو أبعاده، وناخذ منه المعلومات الصحيحة على أساس أن شلون إحنا نساهم في أن ما يكون في تنمر أو التنمر ما يأخذونه بهذا الحجم. صح. والتقارير القادمة إن شاء الله راح يكون عندنا قصص واقعية. وإحنا شنو؟ واحد. مع شنو؟ مع السيسي. قواكم الله.